الجمهور المصري انا بلاقيه جمهور عظيم، لانه بغض النظر هيحبه ولا هيكره اي فيلم، الجمهور المصري فاهم يعني، عارف سينما، شايف سينما، عمالقه السينما كان من مصر كلهم، تاريخ السينما الحلو الجميل جدا كمان من مصر. فانه اعرض بمصر لنفس هذا الجمهور اللي عنده هذا الهيستوري، هذا التاريخ، واخذ هذا رده الفعل، كان شيء يعني فعلا بضوي القلب. يعني انا كثير انبسطت امبارح. شكرا ومبروك انه اول عرض ليه في مهرجان القاهره السينمائي. شفت التجربه اللي هو يتعرض في مهرجان القاهره السينمائي؟ طبعا يعني الجمهور المصري انا بلاقيه جمهور عظيم، لانه بغض النظر هيحبه ولا هيكره اي فيلم، الجمهور المصري فاهم يعني، عارف سينما، شايف سينما، عمالقه السينما كان من مصر كلهم، تاريخ السينما الحلو الجميل جدا كمان من مصر. فانه اعرض بمصر لنفس هذا الجمهور اللي عنده هذا الهيستوري، هذا التاريخ، واخذ هذا رده الفعل، كان شيء يعني فعلا بضوي القلب. يعني انا كثير انبسطت امبارح. رده الفعل امبارح كان فوق الخيال، يعني الناس كانت بتتفاعل مع الفيلم بشكل هو على طول، مفيش حد بيستنى مثلا لا الشخصيه دي تخلص، لا الفيلم هل كنت متوقع ان رد الفعل ده خصوصا يبقى في المهرجان؟ هل ده كان انا امبارح بسالوني كانوا اصحابي وصبح بيقولوا لي انت شو حاسس؟ بقول لهم انا مش حاسس خلاص ولا شيء بجسمي حاسس فيه من كثر التوتر قبل العرض الفيلم، واصل لمرحله من الستريس. الشيء المنيح عن هذا الموضوع انه بقدرش اكثر ستريس اكثر، خلاص وصلت الماكسيموم يعني، لانه متوتر على شو الناس بدها تحكي. بس ايزه يا حبيبتي طلعت لي كمان. ف بس رده الفعل يعني كنت متفائل انه او يعني ما كانش عندي هذا الغرور، لا فيلمي حيكسر الدنيا، بس الحمد لله صارت. فمش عارف لما الناس تسألني مش عارف، يعني شاكر كتير هيك، شاكر كتير وvery thankful، وبقول شكرا يا رب وشكرا يا بناتي وشكرا يا كل إشي، بس مش عارف أجاوب هذا السؤال شو حاسس الصراحة. كتير مشاعر حلوة مع بعض هيك ومحطوطة هون. تقدير للفيلم، عارفة أنت قعدت دي 5 سنين للتحضير، الكتابة 5 لا أكيد زي ما قصدي، لكن التنفيذ نفسه ما خدش وقت. أول ما كل الناس اقتنعت بالسيناريو بدأوا التصوير على طول، هل يعني انت بيبقى ليك وجهة نظر معينة في تقديم مثلا للقضايا الشائكة او القضايا اللي بتهم المجتمع دايما، ولا ده كان عشان خاطر النابع مثلا على التجارب انت عديت بيها وحبيت ان انت الصادم لإلي بالموضوع حتى أنا ككاتب، إنه لما بلشت أعمل مونتاج للفيلم، لأن فيلم كاتبه ب5 سنين وعم بعيده وعارف شو بيعني لي وشو كذا، اكتشفت إنه أنا في كتير لحظات فيها كانت لحظات أنا اللي كنت بالشخصية، يعني أنا شاب ومختلف مثلا عن عمر زينب، وأنا مش مثلا أنا شاب بالأردن واحد من 4 أخوات، زينب واحدة بمنطقة تانية بالأردن ومحجبة وعايشة مع أبوها وكذا، ما فيش تواصل بيناتنا يعني بشكل خارجي، ولكن داخليا في كتير شبه بيني وبين زينب. داخليا في كتير شغلات أنا مثلا من صغري شغلات أذيت فيها، شغلات حدت من إنه من تخليني أكون نفسي. وهذا طبعا لما يصير مع العالم ناس بتبطل تحب حالها، وبصيروا ناس معصبين وناس متضايقين، وبصيروا هدول الناس اللي hating on everything online، الناس اللي هم وحشين، بس الناس دول مش وحشين، الناس دول مجروحين. هذا الفرق. فأنا بأمن إنه ولا حدا عاطل بالدنيا، نحن من الولد صفحة بيضاء، بس لما نسمح للمجتمع يضل يحدنا ويكسرنا طبعا حنصير بيتر زي ما بقولوا بالإنجليزي، حنصير عندنا مرارة، بس مش لازم. مستقبلنا ممكن يكون بإيدنا. صح لبعض الناس حيكون أصعب نعمل هاي الحركة من ناس تانيين بسبب ظروف الحياة، ولكن الحياة بنعيشها مرة، ف let's go for it. يعني تعمل مع صدى وبقيت طبعا بطولات الفيلم، كان من خلال انت كمان كمخرج انت مؤلف، شايف الشخصيات عامله ازاي؟ هل كان بيبقى ليك وجهه نظر اثناء التصوير؟ طبعا اكيد نحن عملنا تدريبات كثير، والحلو بالموضوع انه صبا يعني هي لانه اول شخصيه فاتت على الفيلم كدور امال، فكنت انا وياها كثير عم نحكي لما نحكي عن الفيلم، عن قصه الفيلم، عن الانتاج، دائما بنحكي عن امال. فصارت يعني صار عندنا تواصل وفاهمين امال كثير منيح مع بعض. فباي ذا تايم اجوا فرح وحنان ومريم، كان الاشي ساعدني، يعني كنت انا مركز على البنات التانيين، انه صبا كانت اوريدي اشتغلنا مع بعض، وبرضه هي ساعدتني كثير لانه عم تعطيهم امال بالتدريبات. فبسرعه انه تطورنا ووصلنا للمرحله المحلي بدي اياه. يعني مش عايزه اطلب منه، هل في مشاريع جديده شغاله عليها في الفتره دي؟
نعم في مشروع جديد ان شاء الله، فيلم هلا بتنافس قاعد لجائزه كبيره بمهرجان البحر الاحمر، فيلم مكتوب نص هو، فبتنافس على جائزه التطوير. الفيلم اسمه بوما اللي هي البومة الطائر، وبس هذا اكثر شيء بقدر احكي عن الفيلم هلا، بس ان شاء الله ده مش هياخذ 7 سنين، اذا هياخذ 7 سنين انا ماشي هسيب الاخراج وامشي، فلا فان شاء الله بمشي الحال. بتمنى لك النجاح. شكرا كثير، شكرا على الانترفيو الحلو. شكرا لك.